وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي متابعا من فرنسا. دكتور مجيد، برأيك إلى متى تستمر الأزمة العالمية الخاصة بالتضخم في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار تأثيراتها على أسواق النفط والغذاء وأيضا إمدادات الغذاء؟ كل هذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض. الحرب الروسية على أوكرانيا ستستمر لفترة طويلة الآن، وهذا بات من المؤكد. هذه الحرب تؤثر على سعر الطاقة، تؤثر على سعر الغذاء، ولكن سعر الطاقة والغذاء سيبدأان الآن في النزول، وبالتالي فإن يعني ارتفاع الأسعار لن تكون هيكلية، سوف تكون ظرفية، ولكن لمحاربة غلاء المعيشة تضطر البنوك المركزية لترفيع في نسبة الفائدة، يعني في النسبة المديرية للفائدة، ومن هنا ستنخفض بعض يعني القطاعات مثل قطاع العقار سينخفض، بدأ يستقر في أوروبا، وبدأ يستقر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وسيبدأ في الانخفاض، لأن لما ترتفع أسعار الفائدة تتوجه بعض الأموال إلى السوق المالية وتنسحب من السوق العقارية، وبالتالي فإن هذه المسألة هي دورية وليس فيها قلق كبير. هناك قلق مؤقت، الحكومات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وخاصة في أوروبا يعملون على أن تستقر الأسعار، وستبدأ الأسعار تستقر. نرى كذلك أن سعر النقل في العالم والذي يؤثر على السعر النهائي للمواد التجارية بدأ ينخفض، انخفض ب 40% في الأسبوع الماضي، سيستمر في الانخفاض، وبالتالي الامور ستنخفض من ناحيه صعود الاسعار. صعود الاسعار لا يمكن ان يكون مستمرا ولو استمرت الحرب الاوكرانيه. نعم، طيب في رايك يعني مدى استمرار الاقتصادات الكبرى في التضرر من الازمه بجانب بالطبع الاقتصادات الناشئه، يعني في ظل ما يطرح الان من حلول للتعافي اقتصاديا؟ الاقتصادات الكبرى وهي الاقتصاد الامريكي والاقتصاد الاوروبي تتضرر مؤقتا، ولكن لها امكانيه ان تاخذ على عاتقها هذه الضربات التي تاتي من اهتزازات الحرب الروسيه على اوكرانيا. ولكن ان كانت امتصاص هذه المساله هي صعبه في الفتره الاولى، اي ستستمر الى فتره 6 أشهر، والان نحن نقترب الى ذلك، ولكن بعد ذلك يمكن امتصاص العمليه بكاملها، لان لها قدرات ماليه اكبر من ضربات هذه الحرب على الاقتصاد. نعرف ان الحرب الروسيه الاوكرانيه الان ليست حرب عسكريه فقط، هي حرب كذلك اقتصاديه وماليه، ولكن الاقتصاد الكبرى لها الامكانيه لامتصاص ذلك، وما لما تمتص ذلك ستساعد كذلك اقتصاد البلد الناشئه. المساله التي ستعترض البلدان الناشئه هي مساله الارتفاع في ارتفاع قيمه الفوائد، ستضر بها في مساله الديون، وبالتالي يجب الان فتح مفاوضات بين تلك الدول وبين الاقتصاد الكبرى لكي يقع الحد من ارتفاع الديون الذي هو ارتفاع بسبب هذه الحرب، اي نعم. لان اسعار الفائده ارتفعت. اشكرك الدكتور مجيد بودن، استاذ القانون الدولي من فرنسا.